بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 71. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تناولنا في الحلقة السابقة أحكام الإحرام المستحبة والواجبة، وسنبين في هذه الحلقة إن شاء الله محظورات الإحرام، أي المحرمات التي يجب على المحرم تجنبها بسبب الإحرام إلى أن يتحلل منه. وهذه المحظورات 9 أشياء. محظور الأول: حلق الشعر. فيحرم على المحرم حلق الشعر، أي إزالته من جميع بدنه بلا عذر، بحلق أو نتف أو قلع، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فنص سبحانه وتعالى على حلق الرأس، ومثله شعر البدن، لأنه في معناه ولحصول الترفه بإزالته. فإن حلق الشعر يؤذن بالرفاهية وهي تنافي الإحرام، لأن المحرم مطلوب منه أن يكون أشعث أغبر. المحظور الثاني: تقليم الأظافر أو قصها من يد أو رجل بلا عذر. أما إن خرج بعينه شعر أو انكسر ظفره فأزالهما أو زالا مع جلد فلا فدية عليه، لأنهما زالا بالتبعية لغيرهما، والتابع لا يفرد بحكم، بخلاف ما إذا حلق شعره لقمل أو صداع ونحوه، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ولحديث كعب بن عجرة قال: كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الجهد يبلغ بك ما أرى، تجد شاة؟ قلت: لا. فنزلت ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: هو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. متفق عليه. ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه. ففي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه غسل رأسه وهو محرم، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: له أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق، يعني إذا احتلم وهو محرم، وكذا له أن يغتسل لغير الجنابة. الثالث من محظورات الإحرام: تغطية رأس الذكر، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم والبرانس. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: كل متصل ملامس يراد لستر الرأس كالعمامة والقبع والطاقية وغيرها ممنوع بالاتفاق، انتهى. وسواء كان الغطاء معتادا كعمامة أم لا، كقرطاس وطين وحناء أو عصابة، وله أن يستظل بخيمة أو شجرة أو بيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له خيمة فنزل بها وهو محرم. كذا يجوز للمحرم الاستظلال بالشمسية عند الحاجة، ويجوز له ركوب السيارة المسقوفة، ويجوز له أن يحمل على رأسه متاعا، لأن ذلك لا يقصد به التغطية. الرابع من محظورات الإحرام: لبس الذكر المخيط على بدنه أو بعضه من قميص أو عمامة أو سراويل، وما عمل على قدر العضو كالخفين والقفازين والجوارب، لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سئل: ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس القميص والبرانس والسراويل والخف والعمامة، ونهاهم أن يغطوا رأس المحرم بعد الموت، وأمر من أحرم في جبة أن ينزعها عنه، فما كان من هذا الجنس فهو ذريعة في معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان في معنى القميص فهو مثله.
وليس له أن يلبس القميص بكم ولا بغيركم، وسواء أدخل يديه أو لم يدخلهما، وسواء كان سليما أو مخروقا. وكذلك لا يلبس الجبة ولا القباء الذي يدخل فيه يديه، إلى أن قال: وهذا معنى قول الفقهاء لا يلبس المخيط، والمخيط ما كان من اللباس على قدر العضو، ولا يلبس ما كان في معنى السراويل كالتبان ونحوه، انتهى. وإذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين، أو لم يجد إزارا لبس السراويل إلى أن يجد، فإذا وجد إزارا نزع السراويل ولبس الإزار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات رخص في لبس السراويل لمن لم يجد إزارا. وأما المرأة فتلبس من الثياب ما شاءت حال الإحرام لحاجتها إلى الستر، إلا أنها لا تلبس البرقع، وهو لباس تغطي به المرأة وجهها فيه نقبان على العينين، فلا تلبسه المرأة المحرمة، ولكن تغطي وجهها بغيره من الخمار والجلباب، ولا تلبس القفازين على كفيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري وغيره. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: نهيه صلى الله عليه وسلم أن تنتقب وتلبس القفازين دليل على أن وجهها كبدن الرجل لا كرأسه، فيحرم عليها فيه ما وضع وفصل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع، لا على ستره بالمقنعة والجلباب ونحوهما، وهذا أصح القولين، انتهى. والقفازان شيء يعمل لليدين، يدخلان فيه يسترهما من البرد ونحوه، وتغطي المرأة وجهها عن الرجال الأجانب وجوبا بغير البرقع، لقول عائشة رضي الله عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. ولا يضر مس المسدول بشرة وجهها، لأنها إنما منعت من البرقع والنقاب فقط، لا من ستر الوجه بغيرهما. قال شيخ الإسلام: لا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيدها ولا غير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها، وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه، وأزواجه صلى الله عليه وسلم يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة. وقال: يجوز لها تغطية وجهها بملاصق خلا النقاب والبرقع، انتهى. وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان.